المقابلة الأولى الرأس الأخضر مع موريتانيا، قاد الحكم المصري محمد عادل. المصري محمد عادل هذه المقابلة الثانية له في الكان، وساعده أحمد حسام الدين طه إبراهيم من مصر، نهو طارق من الكوت ديفوار كمساعد ثاني، وباسيفيك من بوروندي كحكم رابع. أما الاحتياطي فكان من ليبيا عطية عيسى، أما الفار فكانت ماريا ريفرت ومحمود محمد عاشور كافار وجيرسون دو سانتوس كافار دو. ولاحظنا الان كاينين ثلاثه ديال الحكام في غرفه الفار، تيكونوا جوج غالبا ديال الساحه وتيكون معاهم مساعد باش يكون التعاون داخل غرفه الفار. هذه المقابله كانت طالبت الراس الاخضر بواحد ركله جزاء، وهنا راه كنت ناقشتها مع السيد الحق قبل بدايه المقابله، كان ان سونتراج هو المدافع عاطب الظهر ديالو وضربت ليه في الذراع ديالو ما تيشوفش في الكره، وهنا الحكم طبق كيف تنقولوا الماده 12 بحذافيرها. ولكن السيموني هذيك الحاله اللي تكلمتي عليها كيبان لك اللمسه ديال اليد كاينه ولكن واليد ممدوده، غير الوقوف ديال المدافع يعني كان عكس الكره ولا ما كانش متوقع بشكل يعني كيشوف البالون كيشوف يعني كان كيشوف المرمى عاطي اولا الظهر ديالو الكره ما تيشوفش الكره، ولكن ما تيعطيش معيار شي واحد يعطي بالظهر الكره ويعطي الحجم اكبر للجسم. شوف الجسم قداش ولا، لان الجسم ديال الانسان هو هذا، لان واخا تعطي بالظهر ديالك الكره ماشي تعطي بالظهر وتكبر الحجم ديالك فهي ركله جزاء واخا ما تكونش تشوف فيها. ولكن اللاعب فاش ارتقى هبط واليد ديالو كانت عاديه وركلة جزاء غير موجودة، واحتجاج كان فارغ من هذا. كانت ركلة جزاء سيت الحفل الأخير للرأس الأخضر، وكان القرار سليم من الحكم. التدبير جيد للبطائق، حكم أحسن من المقابلة الأولى اللي لعب، ونتمنى له التوفيق. ما غاديش نشوفوه في دور الربع وما نشوفوش في دور النصف. أنا بالي ملي محمد عادل غير ملي لعب هاد المقابله الثانيه ديالو راه سي با مال، لانه اصلا هو في عنده في الدوري ديالو لاقي مشاكل، عنده مشاكل وغير محظوظ حتى في التعيينات على الصعيد الدولي. برافو لمحمد عادل في هذه المقابله.